مرحبا بكم متابعينا بقناتنا سبوت اون المشاهير. اليوم سنتكلم حول أخبار مهمة عن مسلسل أنت اطرق بابي. ففي الحلقة السابقة أعلنت شركة الإنتاج رسميا عن انفصال ممثلين أساسيين في المسلسل بعد انتهاء دورهما، وهما الممثلة بيكي أونال التي تقوم بدور سيلين في المسلسل، والممثل أحمد مارك سومار الذي يقوم بدور آلب تيكن والد سركان بولات. وكان هذا الخبر صدمة للجمهور، لأنه كان من غير المتوقع انفصال والد سركان بولات قبل مشهد لقائه مع جدة أدا التي لم تظهر بالمسلسل لحد الآن. وودعت الممثلة هاندا أرتشل صديقتها بيكي أونال من المسلسل بعد انتهاء الحلقة مباشرة، وكتبت لها: جميلة الجميلات، أصبحت واحدة من حظوظي. وودع الحساب الرسمي للمسلسل أحمد وبيكي كاتبا: تود عائلة مسلسل أنت اطرق بابي أن تشكر بيكي أونال وأحمد مارك سومار على مجهودهم. وأعلنت شركة الإنتاج عن انضمام الممثلة آيشا غول إيشيسفير، والتي ستقوم بدور السيدة سميحة وهي جدة أدا، وهنا ستتغير الأحداث بشكل كبير، خصوصاً إن هذا الخبر كان ينتظره متابعين المسلسل منذ فترة طويلة.